بعد استنفاد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح عدتهم واعتادهم كافة، ووقوفهم على مشارف الانهيار عناصريا ومعنويا وماديا، عمد الانقلابيون إلى الاقتداء بالاستراتيجية الإيرانية الخاصة بتجنيد الفتيات والنساء اليمنيات والزج بهن في العمليات العسكرية داخل المدن التي تسيطر عليها الميليشيا وعلى حدودها. لماذا لجأ الحوثي لتجنيد النساء؟ لمقتل عدد كبير من مقاتليه ونقص عددهم، لامتناع عدد من القبائل الموالية لهم عن إشراك أبنائهم، لهروب المرتزقة الأفارقة بسبب توقف رواتبهم. بماذا تستخدم النساء في الحرب؟ دروع بشرية. لماذا يستخدمن كدروع بشرية؟ لتقديمهن فيما بعد دولياً على أنهن ضحايا حرب. ممن استوحى الحوثي فكرة تجنيد النساء؟ من النظام الإيراني. من يقلد الحوثي بالاستعراض بصور النساء المجندات؟ كتيبة النساء في القوات الخاصة الإيرانية، تنظيم أخوات الباسيج الإيراني.